وللمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سيد طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية. بعد تحية، قراءتك لأهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الألماني ضيف مصر إلى مصر في هذه الفترة تحديدا، خاصة أنها أول زيارة لرئيس ألماني لمصر وذلك منذ 25 عاما. يعني أتصور هذه الزيارة زيارة مهمة وتاريخية، ذلك أنها تؤكد عمق هذه العلاقات القوية ومتانة هذه الوشائج التي تربط ما بين الدولة المصرية وما بين ألمانيا. تصور ألمانيا هي قاطرة الاتحاد الأوروبي اقتصاديا، وأن مصر هي هذه الدولة التي تمثل الاستقرار والسلام، ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة، مفتاح السلام وبوابة، سواء كان للبعد الإفريقي، للبعد العربي، للبعد الدوائر متعددة تمثلها الدولة المصرية. فهذا اللقاء هو بمثابة يعني هذه القوة وتلك المتانة وذاك التدشين لهذه العلاقات التي بتحرص البلدان على مزيد من الدعم والتمتين وترقيتها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية التي تجمع ما بين البلدين في مختلف المجالات. هذه الطفرة الكبيرة في هذه العلاقات، وبتحدث هنا عن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، أسست لها أيضا علاقات سياسية قوية ومتينة خلال السنوات الماضية، كيف ترى ذلك؟ بالفعل كما تفضلت، يعني لكي تثمر هذه العلاقات الاقتصادية ولكي تزدهر وتحقق يعني نموا إيجابيا و تزايدا وتصاعدا، لابد من وجود أرضية سياسية، أرضية استراتيجية. وتصور أن الدولة المصرية في العشر سنوات التي خلت يعني دشنت وأكدت هذه العلاقات المتينة السياسية وهذه الأرضيات المشتركة الاستراتيجية مع مختلف الدول. كانت هذه السياسة المصرية والمقاربة، مقاربة الدبلوماسية المصرية الخارجية، خاصة على مستوى القمة، قمة الدبلوماسية الرئاسية، لأن تمتين هذه العلاقات القوية مع كافة الدول بتجعل هناك فرص كبيرة لازدهار هذه العلاقات الاقتصادية إلى التعرف على فرص مواتية استثمارية وغير ذلك من فرص. بناء على اللي حضرتك ذكرته، يعني هناك زيارات متبادلة وهي بتظهر مدى حرص الدولتين قيادة وحكوما أيضا على دفع التعاون بينهما لأفاق أرحب، في رأيك ما هي أبرز المجالات الواعدة التي تنتظر هذه الدفعة القوية؟ جميل، أتصور أن المجالات متعددة، سواء كان في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، في مجالات النقل، في مجالات الاقتصاد الرقمي بشكل عام والاقتصاد الأخضر. ذلك أن يعني الدولة المصرية هي دولة الفرص الواعدة، هي دولة ذلك الموقع الجغرافي الاستراتيجي العبقري، هي الدولة التي تمثل البوابة للسوق الإفريقية وللسوق العربية ولغير ذلك من مزايا جمركية ومزايا تنافسية كبيرة. وأيضا يعني باعتبار أن ألمانيا هي التي هي قائدة ورائدة ذلك الاتحاد الأوروبي، كل ذلك يجعل من الضروري جدا ذلك التقارب، سواء كان على المستوى السياسي، سواء كان انعكاس ذلك على المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية الواعدة. وتصور أن يعني العلاقات التي تربط ما بين البلدين هي علاقات فيها من المتانة والقوة، بحيث أنها تساعد على تقديم ذلك النموذج المثال والنموذج الذي يعتبر يعني رائد لهذه العلاقات، كيف تكون العلاقات ما بين الدول. ومصر دائما تضرب هذا النموذج في العلاقات القائمة على الأمنية، العلاقات القائمة على تبادل المنافع المتبادلة، مصالح وإلى المشتركة، وهذا هو لب ومفهوم فكرة العلاقات الدولية. نعم.
نعم، العدوان على غزة، هذا الملف تحديدا بيفرض نفسه وبقوة على صدارة القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لجميع دول العالم يعني بشكل عام، وبالطبع مصر وألمانيا بشكل خاص. كيف يمكن البناء على ذلك للوصول إلى جهة موحدة في مواجهة هذا العدوان ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني في رأيك؟ يعني مصر لا تترك شاردة ولا واردة، وبتستغل كل تلك مروحة العلاقات التي تملكها بكافة الأطراف، خاصة بدولة مهمة كألمانيا. أتصور فيه أنه تدشن وتبلور هذه الرؤية المصرية في ضرورة الامتثال لقواعد القانون الدولي، في ضرورة تطبيق الشرعية الدولية، في ضرورة الالتجاء والانصياع والامتثال دائما إلى هذه المبادئ، سواء كان مبادئ التنظيم الدولي، سواء كان القارات الدولية ذات المرجعية، لأن هذا هو الضامن، لأن هذا هو المفتاح، لأن هذا هو طوق النجاة الوحيد، لأنه لا طريق لتحقيق الاستقرار وحفظ السلم العالمي إلا بهذا الطريق، لأن غالبا القانون هو وضع القانون الدولي العام والقارات الدولية والتنظيم الدولي العام بشكل عام، كل ذلك النسيج وضع من أجل تحقيق الاستقرار، من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأنه يعني لا سبيل إلى تحقيق هذه يعني عودة الأمور إلى طبيعتها وإلى تحقيق الاستقرار إلا عن طريق ذلك. وتصور أن العلاقات الألمانية وهذا التشاور وهذه الرؤية بتبلور وبتجعل أنه من السهولة إيصال الصوت المصري والرؤية المصرية أوروبيا، ودولة مهمة كدولة ألمانيا اقتصاديا وسياسيا، لتحقيق ذلك وللضغط على سواء كان الإسرائيلي ومن ورائه الأمريكي لتحقيق ذلك الأمر، فكرة حل الدولتين، فكرة إعلان الدولة الفلسطينية، أن هذه الأمور ليست شعارات، أنها ليست جمل رنانة فقط، أنها ليست للاستهلاك المحلي، أنها يعني كما أكد الرئيس السيسي من المفروض أن لا تفقد مضمونها وأن لا تستنفذ أغراضها، وإنما من المفروض أن يعني يكون لها مردود وأن يكون لها نتائج وآليات لتحقيق ذلك على الأرض. تصور أن تحرك الدولة المصرية سواء كان من اللحظات الأولى في مؤتمر القمة القاهرة للسلام، سواء كان في مؤتمر القمة العربية الإسلامية الاستثنائي، كل تحركات الدولة المصرية اتصالات فيها تواصل، وكل هذا المجهود الدبلوماسي المضي من أجل الوصول إلى يعني حل هذه القضية المزمنة وعودة الحقوق لأصحابها عن طريق استغلال هذه العلاقات المتينة المصرية بكافة دول العالم ومنهم دولة ألمانيا. إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الشق الاقتصادي والعلاقات الاقتصادية القوية بين مصر وألمانيا، ألمانيا دكتور طارق بتعتبر هي الشريك التجاري الأهم لمصر في أوروبا، من وجهة نظر كيف يمكن البناء على ذلك وأبرز الفرص الاستثمارية الواعدة التي تنتظر البلدين؟ يعني بالفعل يعني ألمانيا باعتبارها يعني هذه القاطرة وهذه القوة التي يعني بيسير من خلفها الاتحاد الأوروبي، وأن هذه القوة في سبيلها إلى أن يكون لها معادل ومكافئ وموازي من الناحية السياسية، أتصور هذا هو المستقبل ألمانيا. أيضا يعني الدولة المصرية باعتبارها هي ركيزة الاستقرار في هذه المنطقة، أنها عمود الخيمة لتحقيق ذلك الاستقرار، أنها الدولة الأولى التي نسجت السلام مع إسرائيل، وأن السلام مع دولة كالدولة المصرية هو الذي يعني في سبيل أو من شأنه أن يحقق الاستقرار في العقود الماضية. فأتصور أن كل ذلك من شأنه أن يعمق علاقات وتقارب أكبر وأعظم ما بين الدولتين المصرية والألمانية. أيضا يعني في الثقافة المصرية إذا تنظر هذا الإعجاب وهذا الاحترام للفكرة الألمانية، حتى فكرة الماكينات الألمانية، للصناعة الألمانية، قدرة ألمانيا على كيفية أنها استطاعت أن تنطلق من بعد الحرب العالمية الثانية وهذه الهزيمة وذاك الانتصار إلى ذلك الانتصار الاقتصادي وتلك الطفرات والتقدم التكنولوجي الرهيب، وهذا النموذج
يعني هناك احترام لهذه الفكرة وهذه التجربة الألمانية. أيضا مصر بعدما خاضت تاريخيا كل هذه الجائحات وكل تلك الحروب التي تستهلك الاقتصاد وتهلك الحرث والنسل، حروب 48 56 67 73، الاستنزاف، كل هذه الحروب أيضا كانت حققت السلام وتريد أن تحقق يعني نهضة وطفرة على المستوى الاقتصادي والمستوى الاستثماري. حتى ما بعد الثورات 2011 و2013 كانت هذه الرؤية المصرية ليس فقط في محاربة الإرهاب والتطرف، وإنما أيضا في البناء، في تحقيق النهضة، في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، في هذه النقل التي تحققت للموانئ الجديدة، للطرق الجديدة، للجمهورية الجديدة. تصور أن كل هذا من شأنه تحقيق مزيد من التقارب للتعرف على الفرص الاستثمارية المواتية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في المنطقة الاقتصادية في 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 شرق في بورسعيد. يعني كل هناك فرص كبيرة واعدة ضخمة في مصر. أيضا هناك رغبة في الاستفادة من هذه التجربة الألمانية في الصناعات وفي شركات الطاقة وفي غير ذلك من الأمور. كل ذلك يعطي زخما وتقاربا ما بين الدولتين والشعبين في مصر وفي ألمانيا. أشكرك شكرا جزيلا خبير العلاقات الدولية دكتور خالد طارق البرديسي، شكرا جزيلا على هذه المشاركة.